رقاء تخرج من الرماد حية. هكذا خرجت فتاة فلسطينية لا يتجاوز عمرها 10 أعوام من تحت أنقاض أحد المنازل التي انهارت جراء القصف الإسرائيلي على مخيم نصيرات وسط قطاع غزة. مشاهد حبست فيها الأنفاس وتبارت فيها السواعد لإنقاذ الفتاة، بينما توارى فيها ضمير الإنسانية خجلاً من الصمت على جرائم الاحتلال بحق مدنيين لا ذنب لهم ولا جريرة سوى أنهم فلسطينيون. لحظات كانت فارقة بين الحياة والموت، بينما يحاول الأهالي إنقاذ الطفلة بوسائل بدائية دون آلات أو أدوات بسبب الدمار الذي ألحقه الاحتلال بقوات الدفاع المدني في القطاع. وبعد محاولات مضنية نجح الأهالي في إنقاذ الطفلة، بينما فشلوا في إنقاذ بقية عائلتها التي قضت تحت أنقاض المنزل المنهار، لتبدأ الطفلة فصلاً جديداً من المعاناة تتقلب فيها بين أنات الألم جراء الإصابة وويلات الفقد والحرمان بعد موت الأهل والأحباب. وبمجرد خروجها من تحت الهدم والأنقاض ظلت أبصار الطفلة شاخصة تسائل العالم بأي ذنب قصف منزلها وبأي جريرة قتلت عائلتها وأي مجهول ينتظرها وأقرانها من أطفال غزة.